انا ام شيماء، البنيته ديالي تزادت في 2003، تزادت زياده عاديه من طبيعه الحال بحال الوليدات، ولاده عاديه. من بعد سنتين في يوم من الايام كانت نعسه، فقط فوق عينها حمرين، فاضطريت انني نديها لطب الاطفال لتكون درجه الحراره مرتفعه، فكان قال لي الحاله ديالها عاديه. ففي نفس الوقت وفي نفس اليوم ديتها عند اقرب طبيبه في مدينه الدار البيضاء طب العيون، قالت لي ما قدرتش نشخص الحاله ديالها، وصيفطتها لمصحه العيون بمدينه الدار البيضاء لا داعي لذكر الاسم. فمن تما كي بدات معاناه شيماء، فهو كان عدم التشخيص الطبي، كان قال لي عندها يعني حساسيه، لكن مع كامل الاسف ما كانش حساسيه. ومن تما كينا مشى لها الانف ديالها، ومشى لها ما بين عينيها وتحت عينها، ومشات لها حتى القرنيه. فكانت مسيره طويله، مسيره طبيه ديال 59 طبيب. ومن بعد يعني كنقول لك هادشي من 2003 بدا، ففي 2015 لقينا مسيره طبيه في جميع الاختصاصات، سواء كان طب العيون او طب الاذن والحنجره او طب القلب، يعني جميع الاختصاصات. درت لي سكانير، درت لي غاديو، درت لي غام، درت تخطيط ديال القلب، درت تخطيط الدماغ، لي زاناليز. كاين دي زاناليز يعني اللي درتهم باثمنه باهظه ديال مليون ونص، مليون و86 الف ريال، ديال 120 الف ريال، يعني اثمنه ما غاديش نقدر نقول لك، يعني لا داعي اننا من غير لي كونسلطاسيون. كاين الكونسلطاسيون اللي كنديرها ب 24 الف ريال، كاين الكونسلطاسيون اللي كنديرها ب 500 درهم، كاين اللي ب 700 درهم، كاين اللي ب 800 درهم، كاين اللي 100 درهم، كاين اللي 150 درهم، على حساب التشخيص ديال نوعيه المرض والطبيب. فمن بعد حتى حد ما قدر يشخص لي الحاله. ففي يوم من الايام جات واحد الجمعيه اللي هي ايطاليا مغربيه ودايره شراكه مع جمعيه ايطاليه، فشرحت لهم وضعيه شيماء، قالوا لي اشنا هو الطلب. قلت لهم شيماء تزادت كامله مكموله، تزادت كتشوف بعينيها بجوج، كان الوجه ديالها جميل بحال بحال الاطفال. لكن شرحت لهم الوضعيه كيفاش جات، فقال لي شنو الطلب. قلت لهم انا كنطلب ان شيماء بغيتها تسمع، وبغيت ندير لها تجميل مع الفورماسيون، وبغيت ندير لها زرع القرنيه باش ترجع تشوف كيف كانت كتشوف، وبغيت ندير لها تجميل باش يرجع وجهها كيف تزادت. فقالوا لي واخا. كتعرفي ملي كتبغي ديري الفيزا كيطلبوا لك وثائق طبيه كتثبت ان البنيته مريضه وهي في حاجه مسال العلاج في الديار، يعني خارج الدوله المغربيه. داكشي اللي كان طبيعه الحال، في داك الاسبوع كانوا شافوها خمسه ديال الاطباء، وتحد ما قدر يشخص لي بان شيماء ربدها سرطان في العين. فالمفاجاه الكبرى كانت يوم 14/7/2015 ملي كنوقف في الديار الايطاليه امام طبيب العيون، كيقول لي بان البنيته بداها سرطان في العين تقريبا مده شهر. فكانت صدمه قويه ليا. فالفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى من طبيعه الحال ولهذه الجمعيه اللي كانت سبب اننا عرفنا شيماء بانها مريضه، بانها بداها مرض السرطان في العيون. والصدمه الكبرى هو انني كنعرف عندها مالفورماسيون اي باراليزي فاسيال، وكنعرف عندها تشوه خلقي داخلي في الجهاز التنفسي ديالها، وكنعرف عندها تشوه خلقي في الفك السفلي، والاسنان ديالها كلهم مشاو ليها بسبب الادويه، بسبب لي زونتيبيوتيك. يعني بقيت كنستغرب علاش حتى شي طبيب ما عمرو قال لي حتى نوعيه المرض ديالها في المغرب، لان لقينا عندها واحد نوعيه المرض اللي هو مرض غريب، لو سيندروم روبين، طبقا للطبيب اللي اكتشف المرض. فصراحه تفاجات وما قدرتش نتخلى، لانني حطيت رجلي تما كاينه. والحاله ديالها الظهورات والشك فوا كدير انفيكسيون في الشهر، بعض المرات كدير لها دوف، وانا غنوريكم لي فوتو. مي مالوغوزمون ما قدرتش نرجع نظرا للظروف الماديه، لان حاليا كتبقى لينا في الماندا 2000 درهم، فما يمكنش هاد 2000 درهم واش غنخلصوا منها الماء، واش غنخلصوا منها الضوء، واش غنخلصوا منها الكرا، واش غنخلصوا منها التمدروس، واش غنخلصوا منها المصاريف اليوميه، العلاج ديالها، با مال دو شوز. بالنسبه للقرايه ديالها حاليا هي متوقفه عليها من سنه الفارطه نظرا للظروف الماديه ما كتسمحش لينا. وهي فنانه تشكيليه ما شاء الله، ومن هذا المنبر كنوجه يعني رساله للناس ديال الفن التشكيلي، الا قدر شي واحد يتكلف بها من ناحيه الفنون التشكيليه، وانا غادي نوريكم الصور ديالها. وهي محبه لفريق الرجاء البيضاوي، وكنعاود نوجه النداء ديالي لفريق الرجاء البيضاوي باش يلتحق بها في البيت ديالها ويدعمها ولو غير دعم نفسي. وكنوجه رساله للجمهور الرجوي ولو يساهم غير بجوج دراهم في التيران باش يحاول يعاون شيماء في العمليه ديالي، لان عندها ثمن باهظ. وحنا كنطلبوا من الناس اللي بغاو يعاونوا شيماء ما يعطيوناش في يدينا، هما يلتجؤوا للمصالح الخاصه ويؤديوا الواجب ديال الصحي لشيماء. بغيتي تقولي شي حاجه لفريق الرجاء؟ خاطر انا ديما غنبقى نشجع فريق الرجاء، وكنقول لهم يجيو عندي باش حتى انا المره الجايه نمشي. شو قالت لك غتمشي تشجعهم في المقابله الجايه ان شاء الله؟ ديما نسر، قالت لك ديما نسر.
غتمشي تشوفيهم قالت لي غنمشي ثاني نشجعهم ونتمنىهم حتى يجيو عندي. بغات تولي كني كان صغير زعما هي ديما كتشجع الرجاء. غيديو الكاس ان شاء الله يا ديك شيماء.